الدراسات كتير جدا اثبتت ان تغيير لون الشعر من اكتر الحاجات اللي بتحسن الحاله النفسيه عند الستات والبنات. ويمكن دايما بنلاحظ ان معظم الستات والبنات فجاه كده وبدون اي مقدمات بيقرروا ان هم يغيروا لون شعرهم. انا ممكن اضيف ان هي غالبا بتبقى يعني بسبب الحاله النفسيه، لو مكتئبه قوي بتبقى عايزه تغير لون شعرها عشان تحس ان هي شكلها كويس او تبقى غيرت اي حاجه، لان ده بيحسسهم بالسعاده خصوصا لو خرجوا عن المألوف اللي متعودين عليه دايما وبيعملوا لون جريء على شكلهم وشخصيتهم. ده غير ان الستات اللي بتصبغ تقريبا بتصبغ مثلا كل اسبوعين، ده كتير قوي انا اظن. كتير صح؟ تهيألي انا بتهيألي كل اسبوعين ده كتير. لا يعني ممكن نقول كل اسبوعين، كل ثلاث شهور. لو الشعر ابيض ممكن بنضطر ان احنا نصبغ كل اسبوعين. وطبعا كل ما بنستخدم الصبغات الصناعيه كل ما شعرنا بيتعب وبيتاثر سلبا، وخصوصا كمان لو في بودره تفتيح ده بيحرق الشعر خالص. عشان كده النهارده هنعمل صبغه بالاعشاب الطبيعيه هتفيد وهتغذي الشعر، ومهما اتكررت مش هتضر الشعر زي الصبغات الصناعيه. معانا ومنورانا اللي وحشتنا جدا 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 امنيه طاهر خبيره التجميل، هتقول لنا ازاي ممكن نعمل صبغات بالاعشاب الطبيعيه. امنيه منورانا وبجد مبسوطه قوي قوي ان انا شفتك وحشتينا. وانا كمان بجد وحشتيني. وبحب بقى حاجاتك اللي عايز اقول لك امنيه دي انقذتني في حاجات كتير قوي قوي قوي. فعلا انت يا امنيه فعلا دايما تركيباتك وافكارك بتبقى مختلفه وحقيقي بتبقى مفيده. طيب دلوقتي بقى ايه عايزين نعرف منك من البدايه كده الضرر اللي ممكن يصيب الشعر لو استخدمنا الصبغات اللي هي بتحتوي على الحاجات الكيميكالز، المواد الكيماويه والحاجات دي كلها. انا اصلا من الناس اللي بتحب الصبغات جدا، بحب تغيير الوان الشعر. واي اكتئاب او زعل بغير على طول لون شعري، واللي هو في يعني مش ثلاث شهور زي ما بتقولي يا سيدي، هو ده الصح المفروض. ثلاث شهور بالقليل بس ده بعيد لو ابيض قوي. ماشي ده بعيد قوي يعني. انا مثلا من الناس هقول اللي بتعمل كل شهر اللون. وبعدين الالوان الفاتحه كمان انا بحب الالوان البلوند زي كده. دي بتحرق دي بتحرق دي معروفه. دي يعمل لون فاتح يحرقنا شعري خلاص. دي بقى خلاص بتبقي دم. انا بحبها جدا فعلى طول بقى اللون ده هو بالنسبه لي انا كده مبسوطه. فطول الوقت بحب اعمل الالوان دي، فتلاقيني كل شهر بالكتير جدا بغير شعري. فده بقى فعلا احس. وبعدين بدي الناس نصايح بقى، اقعد اقول لهم اعملوا شعركم، بس انا اول ما اشوف صبغات بضعف جدا، وانا اكتئابي بيجي بالتغيير اللون على طول. اول حاجه افكر فيها شعر. فبجد هو مع الوقت فعلا ومره على مره بيدمر الشعر حرفيا. مش بس بيوقع الشعر، انت بتوصلي بقى لمرحله ان اصلا الالوان كمان ما بتبدا ما تتصبغش. يعني مهما تحطي صبغات يعني مهما بقى تحطي مش تثبت، ما تلقطش اصلا. يعني مهما تحطي صبغه هي مسامات الشعر خلاص اتحرقت، فما بقتش اصلا تلقط لون. هو اللون هو بيدخل من مسامات الشعر يبتدي يغذي لون، يدي لون الشعرايه ويلقط اللون في الشعر كله مع الوقت، بحيث ان شعرك اكسد ما بيبقاش بياخد الوان. طب امتى الواحد يبتدي يصبغ شعره؟ هل بيصبغ شعره لما يطلع له شعر ابيض، ولا يصبغ شعره لمجرد التغيير او عشان تغيير هو الحاله اصلا النفسية؟ الشعر الابيض اول حاجه بالصبغات بتبتدي تطلع الشعر الابيض يعني. بتزيد في ناس ممكن طول ما هي محافظه، يعني الناس اللي بتحلي شعرها على طول او الناس اللي بتعمل حاجات طبيعيه في الشعر نادرا لما تلاقيها لما كبرت قوي ابتدى يظهر شعر ابيض قليل. طب احنا النهارده هنشوف لكن اشكال الصبغات او نوعين. هنشوف كذا لون. السؤال بقى، الشعر الابيض اصلا بالصبغه العاديه اللي هي الكيميائيه مش سهل يلقط فيه اللون؟ لا مش سهل لما يبتدي طبعا لما يبتدي يبوظ خلاص. هو لا الشعر اللي بتبقى بيضه اللي هو لما بنكبر شعر الابيض لا ما بيلقطش بسهوله. الصبغه بتاعت النهارده برضو احنا بناخد كذا مره، بس من في الوان من اول مره بتبتدي لا تلاقي لقطه الغوامق اللون. والفاتح برضو الاصفر هنعمله بطريقه النهارده خطيره. حلو جدا. عايزه بقى اقول لكم ان انا اصلا شلت اصفر النهارده من كتر ما بقول الوصفه دي الناس وبدات الناس تعملها. انا غيرت بقى اللي هو طب ما انا عماله اقول للناس. طب جربتيها؟ انا خلاص بقيت بقى وقفت خالص بقى لي دلوقتي 3 شهور انا موقفه الصبغات ده كده. وقفتي 3 شهور؟ انا بعمل وتحسنت جدا، شعري اتحسن جدا، وبعمل بقى الاصفر دي. لا وريها طب قولي ما عملتش اولا ايه مكوناتها؟ جربتها ناس ثانيه بس هقول لكم. اول حاجه بنستخدم ايه في الالوان، هنبتدي نعمل الصبغه الطريقه الاول بتاعه علاج الشعر بحاجه اسمها الاعشاب الهنديه، عباره عن خليط من الاعشاب. في هي بتتباع كده كلها على بعضها، فيها املج ونبات السدر
زيت ديل الحصان، اعشاب ديل الحصان لتطويل الشعر، دي اعشاب كده مجموعه اعشاب مع بعض بتغذي الشعر جدا. انا هستخدمها، ريحتها مميزه ولا زيت ريحتها ديل حلوه جدا عشان هي فيها كمان نعناع وشاي اخضر. لا اعشاب ديل الحصان، اعشاب بقى المره دي والاملوج. عملت لنا حاجه بالزيت بالزيت بتاعها والاملوج، هي تركيبه كده، ونبات الفدر، كل دول بيعملوا ايه، بيقوي يعني شعرايه جدا وبيفردوا الشعرايه. كل ده لو رحت عند العطار بس حد يكون عارف التركيبه دي او حد عنده الاعشاب الاصلي. انا بتمام تمام التركيبه دي. بنحط بقى معاها ايه، نحط بقى معاها الالوان اللي هتدينا اللون. نبتدي بالاصفر عشان بحبه كلنا. تمام. عايزه بقول لكم ان طالع موضه اصلا السنه دي، مش الاصفر اللي هو البلوند ده، اللي هو الالوان بيعملوها الاتراك اكتر، هتحسيه على اورنج اللي احنا دايما شعرنا يبوظ يقول ايه ده، يقول لك ده بقى شعري قلب اورنج. هو بقى مع اللون ده بيديكي لمعه كده تحفه، فبتحبيه جدا بجد. نبتدي نحط الاول حاجه، انا هعمل مقدار معلقتين من الاعشاب الهنديه، وهنجيب من عند العطار حاجه اسمها زعفران المطحون ده شكله وده لونه. تمام. هنحط برضو منه معلقتين. عموما معروف جدا ان الاعشاب الزعفران بيتمتعوا بشعر جميل جدا، وهما بيعملوا على فكره الالوان دي، الاعشاب الهنديه دي حاجه خطيره يعني. وده الكركم وده كركم. والاورنج كان ايه؟ الاورنج ده الاساس، الزعفران والزعفران مطحون. يعني هنعمل اصفر هنجيب الاثنين دول. بس ده غالي قوي. والزعفران لا ده مش غالي قوي، مش زي الزعفران، مش زي الزعفران الثاني. تمام. ده اللون ده اللي هو مطحون لونه اورنج كده شويه، معلقتين عسل عشان طبعا اعشاب ممكن تنشف شويه، ومعلقتين زبادي. اهم بقى حاجه في كل ده علشان نثبت الالوان ايه، خلي التفاح والليمون المعصور. تمام. عصير ليمون حوالي معلقتين وربع كوبايه. ما بينشفش شعر. خلي التفاح هو فين، مش عارفه جابوه ولا لا. ايوه هو ده، ربع كوبايه من خلي التفاح، عصير الليمون وخلي التفاح دول بيطروا وبيدوا لمعه خطيره للشعر. ماشي. ومعلقه من زيت الزيتون. صحيح. وبتدي وبيطول، وبصي بيخلي الشعر خطير بجد، لمعه في الالوان تحفه. يعني انت اصلا هتحبي الالوان جدا من كتر ما تحسي شعرك بقى بيلمع جدا. بصوا حتى هنبتدي لونها يصفر ازاي. بنسيبها حوالي نص ساعه بس كده، ومعلقه من زيت الزيتون. تمام. معلقتين يعني على المقدار ده، نقول معلقتين من زيت الزيتون. هنقول الزيوت بتعمل عازل على الشعرايه. لا، مع خل التفاح والليمون ما بتعملش عازل على الشعرايه. طيب. تمام. نخلطه كويس جدا، نسيبه يخمر حوالي نص ساعه ونوزعها على الشعر كله. تمام. ونسيبها بقى حوالي ساعتين، يعني ساعتين كويس اكتر. كل ما الحاجات طبيعيه فبتاخد وقت اطول. بصي انا من جمالها والله العظيم بقيت بعملها كل اسبوع، تلاقيني دخلت عايزه اعملها عشان اخلي اللون يبقى احسن. لونه خطير، وبعدين في شعري بقى فاتح في غامق، فبتدي درجات كده طبعا بتبقى شكلها جميل جدا. عايزه اعمل لكم طيب الأحمر. هل نفس التكوينه دي ولكن بدون الكركم والزعفران ممكن ان احنا نضيف الأحمر. الوان مختلفه. الاحمر بنجيب من عند العطار ده، اسمه دم غزال مطحون، بودرة دم غزال، ومعاها كركديه مطحون، ولو في بقى شوية عصير بنجر كمان بيبقى خطير. أكيد طبعا. تمام. ونفس الأعشاب وزبادي والعسل، ولازم خلي التفاح والليمون. تمام. دم الغزال ده كنا بنحطيه على زيت وتحطيه بدل ما تاخدي تان، بيدي لون حلو. ده انا هعمل لكم مره التان ده ده لازم بدل ما نقعد في الشمس بنتحرق. بتحطي فيه بتحطي منه كده شعرايه. بصي ده بقى لونه بيبقى قوي جدا، ده من اكتر الالوان اللي بتدي فعلا نتيجه سريعه جدا من اول مره، اللي هو اللون الاحمر. اللون الاحمر بيدي نتيجه تحفه، وما بيطلعش زي السبغه اللي زي ما صبغه اللون الاحمر صعبه. كل دول بالشعر. كل دول لما بتيجي تغسلي بعد كم مره بتلاقي شويه كذا غسله لا كذا غسله بتلاقي اللون بينزل شويه، ده طبيعي. لا بس لا لما بتصبغي بعد احمر بص لونه صعب ازاي، ده تحفه. ما بي طبعا هتصبغي غوامق بقى واحمرات، يعني ده اللي انا ما ينفعش ارجع تاني. انا خايفه الاقي سالي الاسبوع الجاي شعرها. انا اقول لو احمر وينفع ارجع تاني هجرب. اعملي ده، جربي. انا بحب الالوان زيك، فاحنا بنحب ده. البن بقى والاسود بنستخدم فيه البن الغامق، نفس المكونات بالظبط، بس بنحط فيه البن الغامق وممكن الكاكاو اللي هو الكاكاو المطحون الغامق. تمام. والاسود بنضيف بس على البن الغامق ده، موجود عند العطار اسمه حجر. حجر اسود كده، بنجيب منه شويه صغيرين يعني حوالي ربع معلقه بالظبط، وبنضيفها على البن عشان تدينا اللون الاسود شويه. طيب انا استعمل الصبغه دي كل قد ايه؟ افرضي انا مثلا دي حاجه مغذيه جدا، عندي شعر ابيض الالوان الغامقه يعني، واللون اصفر برده على فكره بيلقط بالطريقه دي بالزعفران بيلقط جدا،
وبسرعه في الشعر الابيض. بس كل ما تعمليه هتستفيدي بحاجتين، اللون هيبقى اكتر بكتير كل ما نعمله، وبعدين دي حاجه مفيده بنعملها كل اسبوع 10 ايام. كل ما تعمليها هتلاقي شعرك ابتدى يكون اقوى وبيطول، وحاسه ان الشعر الابيض اصلا بيقل جدا مش بيرجع زي الصبغه. الصبغه بتطقطق الشعر الابيض اصلا طبعا، فبالتالي تلاقيه بيرجع بسرعه جدا. والصبغه الصفراء دي تنفع مع الشعر الابيض برضه؟ اه كل ده ينفع مع الشعر الابيض. هي هتديكي في الاول لون اورنج شويه كده، بس مش اورنج قوي، لان الزعفران مع الخل بيدينا فعلا درجات الاصفر حلو قوي. جميل جدا. ومع الوقت تتلاقيها بقى لونها بقى قوي كده خطير. نورتينا يا امنيه. اه والله دايما افكارك جميله جدا. كان معانا امنيه طاهر خبيره التجميل.